مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الان مع هذا السيد اللي صراحه كنتمنى هذا النداء يوصل لمراته، يوصل لوليدات ديالو، حيت حشومه هذا الشيء. هذا السيد الزوجه ديالو جرت عليه، تخلت عليه، الوليدات حتى هما كذلك. يعني هذا السيد هذا ما بقاوش باغينك ياك الشريف؟ ما بقاوش باغين. هذا السيد باغا تطلق منه، كتقول لي دير لي تنازل على البراكه، ولكن هذا السيد كيقول لك انا ما باغي نطلق، ما باغي نفرق وليداتي، ما حتى شي حاجه، انا بغيت الشمل يبقى مجموع، بغيت نبقى ساكن معاهم. ودابا العواشر والعيد، يعني كيف ما كتشاهدوا واحد الظروف كيعيش فيها هذا السيد، صراحه ظروف جد صعبه. كنتمنى الله يجازيكم بخير، تسمعوا النداء ديال هذا السيد وتساعدوه، حيت محتاج لكم انكم توقفوا معاه، حتى الناس المسؤولين. يعني كيف ما كتشاهدوا ان السيده هي اللي جاريه عليه من الدار ديالو. السلام عليكم الشريف، شنو واقع؟ شنو النداء ديالك؟ وشنو تقول للناس اللي قادرين انهم يساعدوا في هاد العواشر؟ انا بغيت الناس يدخلوا لي سي محسنين، وهاد ديت الدراري عندي كنمشي ليهم، ديت الناس كنمشي ليهم كيصوتوني، انا بغيت نصلح معاهم. علاش كيضربوك؟ كيضربوا، قال لك امي ما بقاتش باغاك ما تسكنش معانا. انت هاد السيده باغي تطلقها؟ لا لا ما بغيتش تطلق. شكون اللي باغي تطلق؟ هي اللي باغي تطلق. علاش باغي تطلق؟ قالت لك ما بقيتش بغيت، خلي لي المسكن و قالت لك ما تطلقني، خلي لي الدار وسير. اه خلي لي الدار ونتنازل لك. خويا انت ضربتي تماره، عاودي لينا كيفاش. وانا ضربت تماره ومشى لي الشوق، قالت صحتي تمن الوالده عاونتني على الورد ديالها باش فيه شريت هاد البراكه. يعني انت ضربتي تماره؟ ضربت تماره الولاد باش شريت لهم هاد البراكه، وفي الاخر شنو وقع؟ وفي الاخر صافي رموني. دابا رموني دابا في التيرا، دابا انا معيد مهم، دابا هما راه شراو العيد معيدين، وراه هما دابا كاع مسوقين ليا، بغيت شي واحد يكون فيهم مرضي، حتى واحد ما هداهمش الله. ما عقلوش عليا الدراري، وانا كنطالب شي محسنين يتعاونوا معايا ويدخلوا ليا في هذا المشكل، انا راه ما باغي لا. دابا خويا كيفاش وليتي كتعيش؟ كيفاش الظروف ديالك الماديه؟ كيفاش دايره؟ كيفاش؟ والدير انا دابا مشرده في الخلا، انا دابا لا عاد وليتي كتنعس في الخلا؟ عاد في الخلا، ما كاينش لي زعما عقل عليا. ما عندك لا غتعيط لا والو، والله العظيم نضاضر دابا اللي عندي. ها هما هذا دابا اللي كنشري، ماما عندي كاع نضاضر وداكشي، بغيت عندهم 3 سنين وباغي دابا مشى لي الشوف وداكشي، ما حتى واحد حتى واحد ما لقيته في جنبي من ولادي. الدري عنده 23، الدري 21، وحده 2000، وحده عندها 18، والصغيره 2008 عندها 15. الام للولاد لا والو، ما بقاش هي الحال، انا بقى في الحال جيت ولادي ضرب عليهم تماره ورموني في الخلا، وجبتهم من البلاد والله العظيم، جبتهم هالطونوبيل، جبتهم كاع المراه كانت العظيم تشد لها منيده كتلف ليا ونقوده، واليوم مشات مشاو الدراري خدموا وكبروا وداروا كذا، ما عقلوش عليا. غير هادشي اللي بغيت نفهم، ان غير ولاد خدموا ولا عندهم واحد المدخول خرجوك انت؟ صافي خرجوني ها خدموا صافي وجروا عليا، قالوا لي ما بقيناش بغيناك. مشيتي عند الناس المسؤولين درتي شي شكايه باش؟ درت شكايه، عندي الوراق، ها هما عندي الوراق هنا. درتي شكايه باش؟ خلي الوراق. درتي شكايه باش ترجع للبلاد؟ درت شكايه باش نرجع، درت ما خلى دزنا عند القاضي، قال هي باغا تطلق ولا ترد، قلت لهم سيدي انا ما بغيتش نطلق، واش انا بنت شالي الشوق؟ قال صحتي هذا بنطلق، راه 98 واش مجوز، واليوم ما مخليت فين مشيت، وما هاد السيده ما بغاتش تستغفر مولاها. شنو تقول لها اللي كانت كتشوفك دابا؟ شنو تقول لها؟ يعني ما تنقصوش قليل. 26 عام. هو كنطلب الله تبارك وتعالى هو ييسر الله ودير معايا حل، لا بالطلاق ولا بالفراق، ما تبقاش معذباني ومسخسخاني. وانت باغي ترجع للدار؟ انا باغي نرجع للدار. دابا وليتي كتشرد، وليتي كتنعس في الخلا؟ وانا في الخلا والله العظيم. دابا راه ولد اختي بغى يبيع براكته دابا، وانا دابا فين غنمشي انايا؟ انا قلت انا باش نشردهم انا، والله ما نتشرد انا ونخلي ولادي، بغيتهم يحنوا فيا ساعة ما فين كفروا فيا. واليوم انا كنطالب الناس المحسنين يدخلوا لي هذا المشكل ويساعدوك، محتاج الظروف الصحيه ديالك ماشي مزيان، يعني وليتي مريض قلت شوه بزاف منهم والله العظيم، دارهم خدام ما ردان. هذا بالله خدمت 20 يوم كان خدام في الجلسه، دابا وقال لي تاكل مره طلعت هبط المحكمه صافي يجرى عليا، وما عرفتش دابا شنو نعطي راسي انا. هذا لا 06 18 72 50 47. مشاهدي قناة النداء، احنا دابا في منطقة ديال سيدي مسعود، كنتمنى النداء يوصل للزوجة. اجي خليك ولا
يعني كنتمناو الزوجه ديالو انها تحل في هذا السيد، يعني راه ماشي ساهل، راه صبر معاك وبالعكس هو اللي خدام ودار هذه السكينه وجابكم من العروبيه باش انكم تستقروا هنايا كاسره، ماشي انك غير وليداتك خدموا صافي تجري عليه. يعني كنتمنى هذا الاب يلقى شي حل في اقرب وقت، يعني كيف ما كتشاهدوا حشومه هذا الشيء، يعني راه كنشوفوا الاولاد حتى هما كيديروا بحال هذه الامور، هذا راه السخط كيف ما كنقولوا. يعني الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا اللايف يوصل للناس المحسنين، الناس المسؤولين. السيد ولا كينعس غير في الخلا، دابا هي العيد هما العواشر، هما قال لك معيدين وشاري العيد وانا جالس في الزنقه، ياك الشريف؟ اه داكشي اللي كاين الله العظيم. يعني كنتمنى منكم مشاهدي قناه شوف تيفي، حنا كيف ما قلنا في دوار سيدي مسعود، دوار سيدي مسعود، كنتمنى النداء يوصل للعائله ديال هذا السيد مصطفى الحوزي. يعني كنتمنى هذا النداء يوصل للعائله ديالو، لمراته، لولادو. يعني راه حشومه هذا، راه الاب ديالكم وهذه راه الزوج ديالك، يعني تدخلوا لدارو وقال لك انا ما باغيش نطلق، انا باغي نبقى نشمل المجموع وباغي نرجع لداري، انا كنت كنضرب تماره وخدمت عليهم، ملي خدموا وداروا الفلوس جراو عليا. الرقم هو 06 18 72 50 47. كنتمنى الناس المحسنين يتعاونوا مع هذا السيد في هذه العواشر، حيت فعلا محتاج لكم انكم توقفوا معاه، والناس المسؤولين دار شكايه باش انه يرجع لدارو، كنتمنى ديروا معاه شي حل ويرجع ان شاء الله للمسكن ديالو. الرقم خليناه لكم، وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو في مباشر اخر، بالسلام عليكم.